السلام عليكم يا شباب ورحمة الله وبركاته، معكم حسين من قناة كأسر، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم لعبتين اردد لكم عليها، اذا يعني ست ضايج وتعرفون السحابة، واذا اتفاقا ما عندكم انترنت اكو هاي اللعبتين. اذا اللعبتين بدون انترنت يشتغلون اي وقت ومسليتين، وبدون انترنت وما يحتاج انترنت حتى تحملهن، لان موجودات بجهازك من اول ما اشتريته وفتحته، ما يحتاج عن طب على مدري بلاي تحملين بعدين يلا يصير بدون. لا هن موجودات بجهازك من اول ما اشتريت الجهاز، وبكل جهاز ايفون او اندرويد. هسه راح ادليكم عليها. اول شيء هسه انتم قاعد تشوفون اني متصل بالانترنت، راح اطفي هسه. اوكي طبعا يا شباب هسه انا مطفي الواي فاي، وخلنا ادليكم هسه على اللعبتين. طبعا جوجل مثلا تبحث على اي شيء مثلا بي اس 5 اي شيء لا يتوفر انترنت، تدوس على الغيمه طلعت لك لعبه هي اصلا مثبته بجهازك تلعب. ظل هي الدوس تكون تحمي الغيمه من هاي العصافير والغيوم وذني الحالات. هسه راح العبها قبالكم حتى تقول لا كذب اعيد. هاي اللعبة الأولى اكو لا خسرت. هاي اللعبة الأولى اكو بعد لعبة ثانية هم راح ادليكم عليها. اذا اللعبتين كانوا هن اصلا بجهازك من اول ما اشتريته وموجودات بكل جهاز. هاي اللعبات حصرية من الجوجل، حتى يعني خاف انت كان ما عندك انترنت مجرد لا تروح تطلب من صاحبك شو اسمه الرمز على مود انت تحمل لعبة هي بدون انترنت. لا حبيبي، هي اصلا موجودة بجهازك حتى لو كان اقدم جهاز بالكرة الارضية هي موجود. خسرت اخر جيم العب. حتى عليك تحمي هاي الغيمة، وهناك فوق هذا العداد القياسي راح هو راح حيقلك على اقوى رقم انت ماخذه او الرقم القياسي او انت شو وقت راح تموت. انا وصلت 100 هسه حاليا 100، نشوف شو وقت راح اموت وهو راح يسجل لي اعلى نقطة انا واصلها من اول ما اكتشفت هاي اللعبة. انا طبعا ثاني واحد اكتشفت هاي اللعبة من بعد بندريتا، انا ثاني واحد اكتشفته. لا خسرت هس. اوكي هسه اروح الى اللعبة الثانية. اوكي اللعبة الثانية هم طبعا على الجوجل، ومثلا انت عجبتك مقالة تدوس عليها وانت ما عندك انترنت، راح يقول لك انترنت مقطوع تدوس على التمساح. بدأت لك لعبة التمساح، انت كنت تحمي التمساح من يعني هاي الاخطار ما صبار وما صبار ذن سوالف، وهذا العداد جاي يطلع لك هناك علي منه جاي يطلع لك اقوى رقم انت ماخذه، وهو هناك مطلع لك هسه انت قد وصلت. هسه انا عبارت مالت الرقم القياسي. ذن اللعبتين الحلوات اذا انت ما عندك انترنت تقدر تسلى بيهن، وحتى بدون ما تحتاج انترنت حتى تحمل اللعبة اللي هي بدون انترنت. لا هي اصلا موجودات بجهازك واقدم جهاز بها هاي اللعبتين. كل ما تتقدم تصير اسرع وتصير احلى وتصير بعد سريعة جدا ما تقدر تسيطر. هسه اضافوا لي خفاش ساعة جوا ساعة فوق، حصير حلوة كلش اللعبة هاي. شوف سريع صارت جد، ختمتها جيم اوفر ختمتها انا. خلنا نلعب بعد جيم ما دام انا ختمتها، خلنا نلعب ساين. انا بطيء بعدين راح يصير لك سريع. اوكي لا خسرت. اوكي طبعا شباب اي انا قلبت مقطع اليوم، هذا المقطع القصير حبيت ادليكم بيه على ذن اللعبتين حتى خاف واحد ضايج ودا يشوف الفيديو من تليفون صاحبه او تليفون غير واحد. ذن اللعبتين عندك انت بجهازك تقدر تسلبين بدون ما تحتاج انترنت حتى تحمل اللعبة اللي هي بدون انترنت يعني. بس اذا انت حبيت اللعبتين ولعبتهن انا راح اكون امدي واجبي على اكمل وجه، ابقى عليك واجبك انت، ما عليك الا طق بزر اللايك، واذا تمام اشترك وفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد من قناة كاسري. وبس مع السلامة، peace.